نصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. It's one! Oh, what a goal! أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي نشر صورة على حسابه الشخصي على إنستغرام وهو موجود في المطار وراجع للقاهرة عشان يكمل البرنامج التأهيلي في رحلة التعافي من الرباط الصليبي. اتعادل ليستر سيتي الإنجليزي مع فريق روما الإيطالي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب كينج باور في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي. كمان خسر ويست هام من فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي اتلعبت على الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي. وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع تشيلسي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب أولد ترافورد في مباراة مقدمة من الجولة 37 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي عزز تشيلسي تواجده في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، وتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة. نادي ليفربول الإنجليزي أعلن تجديد عقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق لحد 2026، وده بعد الاتفاق على الشروط الخاصة بمستقبل الريدز في الأربع سنين اللي جاية. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لمصطفى بسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا. شكرا لك يا ليندا.